جه ميعاد الرجيم بتاعنا دلوقتي في نهاية حلقتنا وهيكون موجود معانا على الشاشة، ونظام بتاعنا دايما بنأكد ان هو معمول بطريقة الهرم الغذائي، والرجيم بتاع الحلقة دي مناسب للمرضى من وزن 70 ل 80 كيلو، لان دايما بيجيلنا على صفحة البرنامج على السوشيال ميديا ان هم عايزين اوزان قليلة شوية. هيبقى عندنا الفطار اليوم الاول والتاني والتالت، الفطار كوبايتين زبادي ومعاهم 2 ثمرة فاكهة، والغدا طبق خضار زائد قطعة لحمة أو ربع فرخة زائد رغيف سن زائد سلطة، العشاء 2 بيضة مسلوقة زائد رغيف سن زائد سلطة، اليوم الرابع والخامس الفطار 8 معالق فول زائد رغيف سن زائد سلطة، والغدا 8 معالق كشري، كشري عادي خالص بكل محتوياته 8 معالق جاهزين، بس الصلصة تبقى بمعلقة زيت واحدة ما بقاش الزيت فيها كتير زائد سلطة، والعشاء جبنة قريش زائد سلطة. اليوم السادس والسابع جبنة قريش أو فول عليهم معلقة زيت زيتون زائد رغيف سن زائد سلطة في الثلاث وجبات، يعني هنفطر وهنتغدى وهنتعشى الوجبة دي. عندنا الملاحظات الأساسية، لازم نشرب كوباية من المية قبل كل وجبة بإجمالي من 6 ل 8 كوبايات، الالتزام بالمشي نص ساعة كل يوم على الأقل، الالتزام الكامل بترتيب الأيام وأنواع الأكل، وبين الوجبات مسموح باتنين فاكهة أو 2 زبادي أو 1 لبن رايب. نظام الرجيم ده مناسب زي ما قلت للمرضى من 70 ل 80 كيلو، بس بحب أكد أن دايما النظام اللي بينزل معانا في حلقاتنا هي حاجة من برنامج العادة ومن قناة الحياة عشان نساعد الناس على قد ما نقدر، ولكن طبعا بيكون أفضل أن احنا نروح لدكتور متخصص عشان يفحص الحالة كويس، عشان يقيم الحالة كويس، يعمل لنا تحليل مكونات الجسم اللي كنا بنقول عليه، ولو كنا بنشتكي من أي حالة مرضية زي اللي بتعمل ثبات في الوزن أو نزول الوزن ببطء يبتدي يفهمنا ويعرفنا، عشان مهم جدا المريض اللي بيشتكي من السمنة وهو بيعمل الرجيم يكون فاهم هو بيعمل ايه،